شكر الله لأنه باركنا وباركنا أن احنا نكون خدام شعبه في كل مكان. بنقل لكم تحية من الكنيسة في الكويت من كل الأحباء اللي موجودين فيها، وبنشكركم أن انتوا فتحتوا لنا الفرصة أن احنا نيجي ونخدم في وسطيكم بكلمة الرب. عندنا عادة بنعملها في كنيستنا قبل ما نيجي نسمع كلمة الله، أقف على رجليك من فضلك، أقف على رجليك، حي أكبر عدد موجود حواليك، قول للرب حيباركك في المؤتمر. ممكن تتحرك من مكانك، ما فيش مشكلة. هللويا. آمين. آمين. تفضل استريح. تفضل. آمين. أشكر الله إن الله بباركني في كنيسة أنا بخدم فيها بقالي 23 سنة في الكويت، والبركة اللي مدهاني إنه بيسمحوا لي إني أسافر مرة في الشهر أو مرتين في الشهر عشان أخدم برا المكان، ودي بركة كبيرة لنا ككنيسة. أسيس خالد في إيكو شوية بس لو نوطي يبقى كتر خيركم. صمويل شكرك، حكاني من كم شهر أسيس؟ الشهر الثالث أو الرابع؟ الثالث تقريبا. حكاني بالشهر الثالث أنه في مؤتمر وحابب أنه أنا أجي على المؤتمر. أنا صار لي باجي البلاد بقالي 19 سنة، جيت مرات كثيرة ومرات عديدة، خدمت مع الأجانب وخدمت مع المسيانيك مع اليهود. هذه أول مرة أخدم العرب، أول مرة بخدم العرب، وده شرف وامتياز ليا وفرصة طيبة بشكر عليها الأسيس خالد وعليكم ككنيسة. أسيس قال لي إنه الشعار بتاع المؤتمر القلب النقي، والآية موجودة بإنجيل متى أصحاح 5 وعدد 8، الرب يسوع بيقول في تطويبة من التطويبات: طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. معلش هنفتح مع بعض مقطعين بسرعة، لو عايز تساعدني ياريت يكون معك كتابك المقدس، لو معكش ممكن تشوف مع القاعد جنبك حاجة كويسة، لكن أنا من النوع اللي بستخدم آيات كتيرة أثناء الخدمة وأثناء الوعظ، ودي حاجة بتثبت الكلمة في داخلنا. مزمور 51، مزمور 51 مبارك شخصك يا رب. مزمور 51 لإمام المغنين، مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بثشبع. بيقول داود: ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معصية، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هانذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، هقد سررت بالحق في الباطن ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامحو
كل أثامي. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. قولها معايا بصوت عالي. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك، وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها، بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون ابني أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. هنقرأ آية واحدة كمان من ابن داود، من أمثال سليمان الحكيم، أمثال 23 ما أعظم جودك يا رب. عدد 26 آية واحدة بس، بيقول سليمان هذه الكلمات: يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. سهلة؟ قولها كمان. يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. غمض عينك معايا اللحظة، قول للرب أنا أخضع كل فكر فيا، كل علو ضد معرفتك يا رب، أستأثر الآن. يا رب أنا بشكرك لأني موجود في مكان بيرحب بوجودك، أشكرك لأنه موجود في أرض عطشانة وجعانة إلى كلمة الحياة، أشكرك لأن جايين الليلة مش هنتفرج على بشر ولا بني آدم يا رب، احنا جايين نسمع صوتك يا رب، صوتك اللي قادر يبدلنا، صوتك اللي قادر يغيرنا، صوتك اللي مكتوب عنه انه خلق من العدم يا رب. انا مصدق الليلة في هذا المكان والايام اللي جاية يا رب انت هتخلق فينا امور من العدم يا سيد الرب. اشكرك لانه مكتوب عنك انك انت من يدعو الاشياء الغير موجودة وكأنها موجودة. وأنا بصلي الليلة يا رب بتنبأ على هذه الجماعة، بتنبأ رب على هذا الشعب الماثل أمامك يا رب. أنا ببارك اسمك لأنك آتي لتصنع شيء جديد يا رب. أنا بعظمك لأنه في موسم جديد أنت واخد فيه عبيدك يا رب، موسم لاختبارك كما لم نختبرك من قبل يا رب، موسم للسكيب عطشت إليه نفوسنا يا رب، موسم للنصرة يا سيد الرب فوق ضعفتنا، فوق حواجزنا، فوق فشلنا، فوق خبرتنا المرة، فوق صراعاتنا في الحياة. أنا ببارك اسمك لأنه ترنيمتنا إن إبليس تحت الأقدام مش هتكون من الشفاه بس، هتبقى حقيقة وفعلة أنت صنعها في حياتنا يا رب. قلوبنا مفتوحة ليك، نفوسنا بترحب بيك، وبنقول لك يا روح الله تعالى افعل ما يرضيك يا رب، افعل ما يحسن في عينيك يا سيد رب. لا حدود ولا حواجز ولا موانع تقف قصادك الليلة يا سيد رب. أنا بشكرك لأنك كأنهار مياه جارفة تأتي علينا يا رب، تأتي علينا يا رب. لا حاجز ولا مانع يقف قصادك قدام مياه نعمتك اللي تأتي تكتسح كل شيء أمامها يا رب. أشكرك لأن الملك راجع وراجع بسلطانك. أنا ببارك اسمك يا سيد رب، ببارك اسمك. إحنا جايين لك مش عشان نقضي وقت حلو ونسمع كلمتين حلوين، إحنا جايين علشان نتقابل معاك عشان تغير حياتنا يا رب، عشان تبدلنا وتدينا أذان تسمع صوتك في هذه الساعة يا رب. أنا بشكرك لأنك لسه بتتكلم، أنا بشكرك لأنه لسه عندك مقاصد أنت عايز تصنعها في حياة كل واحد فينا، مقاصد في حياة كل بيت فينا يا سيد الرب. أنا ببارك اسمك.
أنا ببارك اسمك وأنا جاي في هذا المكان أعلن مقصدك يا رب، أعلن اللي على قلبك، أعلن اللي أنت عايز تعمله، اللي ملوش دعوة بظروفنا، اللي ملوش دعوة إحنا واقفين فين، اللي ملوش دعوة خبرتنا شكلها إيه، لكن أنا بشكرك لأنك لسه الحي الجالس على العرش يا سيد يا رب. شكرا لأن كل شيء لسه خاضع تحت قدميك يا رب، بما فيهم إبليس يا رب وكل قوة الشر. أنا ببارك اسمك النهاردة، بعظمك أنا وولادك، وقلوبنا مفتوحة ليك. أنا بصلي في اسمك كلمتك تيجي علينا في هذه الأيام مطرقة تحطم كل صخر فينا يا رب، كل عناد موجود جوا كل قلب فينا وأنا أولهم يا رب. كلمتك تيجي تكسر يا سيد رب، تيجي تدوب، تيجي تلين القلوب من تاني يا رب. دينا بصيرة، كلمنا بإعلانك يا روح الحكمة والإعلان، فيض علينا بملء يسوع، فيض علينا بملء يسوع، ملانا. أنا بشكرك لأني ما أعرفش حد هنا يا رب، لكن أنت عارف كل حد يا رب، أنت عارف ظروف كل واحد. أنا بشكرك لأن عندك كلمة لكل واحد فينا يا رب. شكرا لأنك حقيقة، شكرا أن عيناك لسه بتخترق أستار الظلام يا سيد رب. شكرا لأن كل شيء عريان مكشوف قدامك. صلاتي في هذا المؤتمر لا يخفى عليك حال قلوبنا يا رب، افحص قلوبنا أنت، افحص قلوبنا أنت. أنا بدي لك الحق نيابا عن كل ولادك وبناتك اللي هنا، افحص قلوبنا يا روح الله. ارفع صلاتك معايا وقول روح الله افحص قلوبنا من تاني يا رب، افحص قلوبنا، اصنع فينا شيء مختلف يا رب. اختبرني، اختبرني واعرف قلبي يا رب، اختبرني اختبرني. خلي كلمتك تيجي تختبرني، كلمتك تيجي تمتحني، كلمتك تيجي تحط مقياسك مش مقياسي انا يا رب. ساعدني، ساعدني بنعمتك يا رب، ساعدني. اشكرك لانك حتشفي من تريد ان تشفي، اشكرك لانك هتحرر، اشكرك لانك هتفك، اشكرك لانك انت صانع مسالك جديده. ببارك اسمك يا رب، ببارك اسمك لانه لن يعدم لينا رجاء يا سيد رب، لانك انت اله رجائنا يا رب. شكرا لانك هتمسح كل دمعه من العيون، شكرا لان روحك حيجي كمان يغسل عينينا بالدموع يا رب. أشكرك لأنك هتغسل قلوبنا من تاني، أشكرك لأجل الأحمال اللي على الكتاف، الأحمال اللي على والأثقال اللي متشالة، أشكرك لأنها هتنزاح بكلمة منك يا رب، كلمة من سلطانك. أشكرك لأنك راجع من تاني، هغني وأقول إنك هترد نفسي من جديد يا رب، ترد نفسي وهتهديني إلى سبل البر من أجل اسمك يا رب. أنا بباركك، أنا بشكرك، عند رجليك بنجلس. افتح فاك وعلمنا يا رب في اسم الرب يسوع، امين. هللويا هللويا هللويا. ابن الناصره، شخص يسوع المسيح، ما فيش في التاريخ راجل اتكلم زيه، وما فيش في التاريخ مسجل في اي كتاب ولا في اي مكان ان في حد قاعد يسمع متكلم لمدة 72 ساعة بلا حراك. هو بس شخص الرب يسوع، شخص الرب يسوع اللي الناس بأولادها وبأطفالها راحوا عشان يسمعوه، محدش منهم اتحرك من مكانه، محدش اتحرك من مكانه، لا جوع ولا عطش ولا أي شيء منعهم، لأن كلام النعمة اللي خارج من شفتيه كان قادر أنه يغير حياتهم. كلمة الله بتقول عنهم أنهم كن يأتوا إليه، يأتوا ليه من أماكن بعيدة، يأتوا ليه من كل حتة موجودة في إسرائيل عشان يسمعوا منه ويشفوا من أمراضهم. وكل اللي كان فيه روح شرير وروح رديء كان بيتحرر بسبب وجوده. وأنا مصدق أنه زي ما من هذا المكان الله خرج رسل، خرج ناس مسكوا البشارة وزعوها لكل العالم، الرب راجع مرة تاني من هذا المكان
يرسل كلمته من جديد ويطلق ناس من تاني علشان يحملوا كلامه اللي يخلص واللي قادر يبدل ناس. رب يسوع في طبقة في قعدته على الجبل وهو بيعظ الناس في الثلاث أيام والثلاث ليالي. متى حكى لينا لو قريتهم كده على بعضهم بسرعة ما يكملوش 10 دقائق، والعشر دقائق اختصار الثلاث أيام اللي الرب يسوع علم وتكلم فيهم. لكن أول حاجة الرب يسوع قالها لما جلس ولما قعد وتقدم إليه تلاميذه بتقول كلمة الله: ففتح فاه وبدأ يعلمهم. وهو بيعلم المبارك اللي احنا بنترجمها هنا طوبة، مبارك، مبارك المساكين، مبارك الفقراء. وكل الناس كانت بتتوقع منه انه اول ما يبتدي يقول مبارك للاغنياء، مبارك للمرتاحين، مبارك انه دول اللي في البركه، دول اللي متهنيين. لكن الرب يسوع فتح، ودايما تعليم الرب يسوع وكلماته عكس الواقع، عكس ما يظن الناس، عكس المبادئ اللي موجوده في وسط العالم. الرب يسوع اول طوبه واول بركه قال طوبى للمساكين، طوبى للفقراء، مبارك الفقراء. ليه مباركين الفقراء؟ الفقراء بالروح. ليه؟ لأن لهم ملكوت السماوات. الغنى مش شيء أنت بتمتلكه بإيديك، ولا شيء تحط عليه أقدامك، ولا حاجة مكتوبة باسمك. الغنى الحقيقي اللي بيقول عنه شخص الرب يسوع إنك عرفت إيه اللي ليك، وإنك عطشان وجعان جدا إلى مزيد من الروح. طوبى للفقراء بالروح، طوبى للمساكين اللي عايزين المزيد من روح الله إنه يعمل في حياتهم. حد معايا محتاج المزيد من روح الله يشتغل في حياته؟ ولما يجي روح الله إلى حياتي وحياتك، من فضلك ما تحطلوش معايير، ما تحطلوش بوردرز، ما تحطلوش حدود. هو الله، ولأنه هو الله هو جاي عشان يخترقني ويخترقك من تاني، هو يفعل الأفضل ليا وليك. ويأتي الرب يسوع إلى النقطة اللي احنا واقفين قصادها واللي هي شعار مؤتمرنا: طوبى لأنقياء. لأنقياء ايه؟ القلب، لأنهم. والملاحظ هنا في لغويا انه لما اقول طوبى لأنقياء، فأنا بقول أنقياء ده جمع، فالكلمة اللي بعديها تيجي تبقى ايه؟ اللي جات هنا مفرد، لكن هي مفروض تتقال ايه؟ طوبى لأنقياء ايه؟ القلوب. الرب يسوع مش بيتكلم على مجموعة قلوب عند الناس، بيتكلم على طوبى للأنقياء اللي عندهم قلب. طوبى لأنقياء القلب، لأنه البركة اللي ليهم يعين الله. وهو بيكلم هذا الشعب، هذا الشعب اللي بيسمعه مش زي حضرتنا كده، مش زيك أنا وإنت. الشعب اللي بيسمعه كان يعرف إنه واحد بس، واحد بس هو اللي كان قادر يتكلم مع الله. وكلمة الله بتقول عنه في أسفار موسى الخمسة إنه كان يكلم الله إيه؟ وجها لوجه. كان بيشوف، ولا واحد من اللي بيسمعه الرب يسوع عاين الرب، ولا يعرف انه يقدر انه يعاين الله. ورب يسوع لانه لابن الوحيد، الله لم يره احد قط، معايا؟ الله لم يره احد قط. لابن الوحيد الذي هو في حضن الاب، هو عمل ايه؟ هو خبر وبيقول لو انت عايز ترى ذاك الذي لا يراه احد، الاله غير المنظور، تستطيع ان تعينه. والسكه اللي تفتح لك باب علشان تعين يعني تشوفه بالعيان، تراه بعينيك، علشان تشوفه بالعيان. السكه مش في عينيك دول اللي موجودين في راسك، السكه موجوده من داخل، واللي الداخل موجود فيك القلب النقي. قلبك النقي هو اللي يديلك انك تشوف الله في حياتك. تشوف الله في حياتك معناها انه حاضر قدامك، تشوف الله معناها انه ملموس قدامك، تشوف الله معناها انك حاسس بيه وشايفه في امور حياتك، قادر تترجم كل حاجة بتحصل في حياتك انه هو ده الله اللي بيتكلم اليك واللي حاضر معاك.
ليه أوقات كتيرة، مش أوقات كتيرة، أغلب الأوقات مش قادر أحس بحضوره، مش قادر أتلامس معاه، رغم أني مؤمن على فكرة بقالي سنين، رغم أني معمد بالروح القدس على فكرة من وأنا صغير، لكن مش لامس حضوره، مش حاسس بيه، مش شايف وجوده في حياتي. كلمة الله بتقول عنه في محضره يهرب الحزن وليه كمان والتنهد. عايز أقول لك أنه أنا مقضي أغلب نهاري حزن وتنهد، حزن وتنهد، بنفخ وبفش وتعبان ومتألم ومتوجع ومفيش حاجة عجباني. هو ليه مش في المشهد؟ هو ليه مش موجود؟ هو ليه أنا مش حاسس بيه؟ يمكن المشكلة هو موجود جدا وواضح جدا وحاضر جدا، لكن في حاجة مغمية عينيا، في حاجة حجبة وجوده عني، واللي حاجب وجوده عني يمكن يكون قلبي من جوه، قلبي من جوه. القلب النقي، حلو العنوان أسيس، جميل، القلب النقي. في المؤتمر دول هنتكلم على ثلاث حاجات. هنتكلم على النقاوة، هي إيه النقاوة بالضبط؟ إيه اللي قصد الرب يسوع لما قال أنقياء؟ هنتكلم على مركز النقاوة اللي هو فين؟ اللي هو القلب. إيه هو القلب؟ ماذا يعني القلب؟ والشيء الثالث اللي أصلي ربنا يدينا وقت عشان نلحق به، كيف نعاين الرب؟ وزي إن الروح القدس شغال على حياتي وحياتك علشان يدينا إن إحنا نرى الله في كل وقت. في كورنثوس الثانية 3:18 بتقول كلمة الله: نحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. مش هقدر اتكلم على النقاوة غير لما اتكلم على القلب نفسه، ان كان وسخ وان كان نقي. لكن خلينا اقول على النقاوة ببساطة بسرعة وبعد كده نيجي للقلب. ايه اللي الرب يسوع كان بيقصده في الكلمة اللي قالها لأنقياء القلب؟ الكلمة المستخدمة هنا كلمة اليوناني، تعني وصف الملابس بعد الغسيل، وصف الملابس بعد الغسيل، بعد ما تتغسل يقال عنها أنها نقية. في وقت الحصاد عندما يفصل التبن أو يفصل القمح من التبن، ده بيسموه نقاوة، بيسموه تنقية، إنه في حاجتين انفصلوا عن بعض. الشيء الثالث اللي كان بيستخدم لما يكون عندك لبن أو ذهب، لبن مش مخلوط بمية، لبن يعني حليب، أقصد حليب مش مخلوط بمية، لما يكون الحليب صافي، صافي يعني خارج كده، هو ده كلمة نقاوة، إنه صافي من أصله. أو ذهب غير مخلوط بحديد أو نحاس يسمى نقي، أي وبالذات بعد ما يدخل النار ويطلع وهو طالع من النار كده سخن يسموه نقي. المعنى أنه شيء لم يتدنس ولم يختلط بشيء آخر غير أصله. هقول التعريف مرة تاني، بيقول شيء لم يتدنس ولم يختلط بشيء آخر غير أصله، هو ده النقي والنقاوة. وإحنا بنتكلم بكرة وبعده عن معنى النقاوة اللي قصدها الرب لينا إيه، هنشوف وقتها إيه اللي كان يقصد الرب بالنقاوة. لكن مش حاضر أتكلم على النقاوة شكلها إيه قبل ما أقولك إحنا عايزينه ده هو إيه بالضبط اللي بنحكي عنه، إن كان نقي أو عايز يتنقى. محتاجين نحكي عن القلب شكله ايه، القلب شكله ايه. الرب بيقول انه طوبى لانقياء القلب لانهم يعاينون الله. ايه هو القلب؟ القلب الحتة اللي هنا دي، القلب هو لما اقول قلب الحدث،
قلب الحدث يعني مركز الحدث. تمام مظبوط. ايه كمان مش عارفها بالعربية قوي بس هي من نفس الكلمة بتاعت لب او لباب. بالعبري او بالعربي احنا بنقول لب الشيء اللي هو قلبه من داخل. هذه الكلمة اتذكرت في العهد القديم بس 850 مرة. وما تعنيه الكلمة أنه القلب عندما يذكر عن القلب يشمل تفكيري وعواطفي وإرادتي وكل حالي. القلب هو كيان الإنسان. القلب هو ما تحمله من تفكير واتجاهات في إرادتك في مشاعرك في عواطفك. بالاختصار كده كل ما تحمله في الداخل من فكرك والذي يؤدي إلى سلوكك. قلبك هو كل ما تحمله في داخلك من فكر والذي يؤدي في النهاية إلى سلوك إلى تصرف. كلمة الله بتوضح لينا أنه الله مش بيدور على اللي بره. الإنسان كل همه يبحث عن الخارج أو يشوف الخارج شكله أو اهتماماته من الخارج. زي كلنا مهتمين الناس هتشوفني إزاي، أنا لابس بأي شكل من الأشكال. يهمنا الخارج جدا جدا جدا. الله من ناحية تانية مش قصة أنه ما يهموش الخارج، قصة أنه يهمه إيه اللي بيدفع الخارج أنه يتحرك أنه يكون واللي أصله موجود في قلبي وقلبك. في إشعياء أصحاح 29 وعدد 13 بتقول كلمة الله هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الشعب ده بيكرمني، في إكرام في إكرام، بس إكرام إيه؟ إكرام شفتين بس. شفتين يعني بق بيتكلم وخلاص، فم بيحكي وبس. فمرة من المرات الرب قال لحزقيال خد بالك يا حزقيال إنه شعبي بيأتي أمامك ليسمعوك وكأنك شعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف. هقول مرة تانية، يجي يسمعوك كأنك إيه؟ شعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف. جماعة اللي هم زي حالاتي كده وزي أبو خالد وما قبل، افتكروا بقى أيام أم كلثوم وأيام الناس بتاعت زمان، دول هم دول شعر أشواق لجميل الصوت يحسن ليه؟ تقعد يا سلام الله الله الله، تقعد في وعظة وانت حاسس كده مش معقول القسيس النهاردة قال كلام، تبقى انت حاسس كده. عندنا في مصر يعملوا الحركة يمصمصوا، احنا بنقول يا سلام يا سلام يا سلام. في مصمصة حديثة اسمها هللويا، مجد للرب قسيس، مجد للرب. مش غلط، لكن القصة مش قصة انه في تعبير من الخارج. القصة ان ربنا بيقول في حاجة من فين؟ من الداخل. انا بدور على حاجة من الداخل. هو ما ينفعش يضحك عليه وما ينفعش نمثل عليه. ومشكلتنا الكبيرة بسنة ان احنا تعودنا في الحياة ان احنا نمثل. بمعنى ايه؟ انا عايز اقول لكم ان احنا بنمثل بمعنى ايه. احنا اتخلقنا في مجتمع كان بيرضع رفض. أبويا وأمي ما عرفوش يعني إيه حب الله الكامل. ومن الصغر في تمييز ما بين ده وما بين ده، في تمييز ما بين الطويل وما بين القصير، وما بين اللي عنده ضب وما بين اللي شكله مش عارف إيه، واللي شعرها سايح واللي شعرها أكرت. وإحنا كبرانين منذ الصغر، تروح في مكان ده ابن فلان ودي بنت علان، ففي تمييز واضح في كل حاجة. ولأن نفوسنا اللي إحنا مخلوقين بيها والله صنعها بتحاول انها تجاهد، بتحاول انها تكون موجود وتقول انا ليا كيان على فكرة، انا ليا وجود، انا ليا شخصية، انا ليا احترام، انا بالانجليزي I'm somebody، انا حد على فكرة، انا ليا شيء. فمقاومتنا ان احنا نصنع ده غصب عننا مع الوقت
بنحط أقنعة كتيرة علشان أبدو للآخرين إني كويس، أبدو للآخرين في مننا اللي عايز يرضي الآخر، في مننا اللي عايز لو هو ده اللي بيعجبك أنا هعمل اللي بيعجبك علشان ترضى عليا، علشان تحبني، عشان أنال محبتك. من وإحنا صغيرين بنعمل كده، وإحنا بنعمل كده وبنكبر لما نيجي في علاقتنا مع الله، في حاجة في أرواحنا بتتجدد. بعرف أن أنا مغفور الخطايا، بعرف أن أنا انتقلت من الموت إلى الحياة، لكن كتير من اللي موجود في داخلي واللي أنا تربيت عليه واللي كلمة الله بتتكلم وتقول عنه أن أنا محتاج أنا وإنتوا لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بيه بتجديد أذهان لكي تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكامل. في إرادة صالحة، في إرادة مرضية، في إرادة كاملة. اللي منعني أن أنا أختبرها أني بشاكل هذا الدهر، أني بمثل زي ما هم بيمثلوا، أني بعمل ما هو مستطاع علشان أنال القبول والاحترام والعطف. ننفع نعمل ده مع بعض؟ ما ينفعش نعمله معه، ما ينفعش نمثل في ده قدامه. هو داود بيجي في مزمور 139 أول ما بيبتدي المزمور بيقول يا رب قد اختبرتني وعرفتني. أنت اختبرتني وعملت إيه؟ وعرفتني، أنت عرفت جلوسي وقيامي، مسلكي ومربضي ذريت، وكل طرقي عرفت، ليس كلمة في لساني وإلا وأنت عرفتها، فهمت فكري من بعد. أنت عارف كل شيء فيا. لكن يجي آخر المزمور يقول إيه؟ يقول اختبرني الله واعرف، اختبرني الله واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبدا. أنت اختبرتني وعرفتني، أنت عارف كل حاجة فيا، أنت عارف تفاصيلي لأنك أنت اللي خلقني في بطن أمي، أعضائي وهي لسه بتتكون في بطن أمي من داخل متسجلة عندك بكل وصفها وكل اللي موجود فيها. أنت عارف كل شيء فيا، أنت اختبرتني، أنت عرفتني. لكن يرجع يختم مزمور ليه؟ اختبرني. لا، ما انت بتقول كل المزمور انت اختبرتني وعملت ايه وعرفتني، اختبرني واعرف قلبي، ده امتحان بتاع كل يوم. اختبرني واعرف قلبي ليا انا، ليا انا، انظر في داخلي، انظر في اعماقي، افحصني بروحك. وهنا حط قلبه مع افكاره، اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف ايه واعرف افكاري، انظر ان كان في طريق باطل اهدني طريق ابدي. الليله انا بتكلم على حاجه واحده بس، حاله قلبك ايه؟ حاله قلبك ايه؟ لا هنكمل عليه باقي المؤتمر. حاله قلبك ايه؟ حاله قلبك ايه معناها انت واقف فين؟ حاله قلبك ايه معناها ايه اللي انت بتفكر فيه اليومين دول؟ ايه اللي مأثر عليك علشان تاخد قراراتك في الحياة؟ الله مش بينظر لأفعالك من برا، الله بيدور على المصدر اللي جاي ورا الأفعال دي شكلها ايه، بينظر على حاجة في أعماقي وفي أعماقك. الله مش عايز، اسمعني الله يخليك، اسمعني 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 عشان نقدر نلقط. الله مش عايز يغير سلوكك من الخارج، سلوكك هو ناتج للي بيتغير في الداخل. تاني، الله مش على قلبه انه يغير زي ما احنا بنعمل. انا بحاول احب شوية محبة خلاص، بحاول انه اعطف، بحاول اني اصبر، بحاول اني اترحم، بحاول اني اتحنن على حد، بحاول اني اوجد ثمر مش موجود في الشجرة. تمام، بحاول اوجد ثمر مش موجود اساسا في الشجرة. لو الشجرة طبيعية جدا، أنا الكرمة الحقيقية، يوحنا 15، أنا الكرمة ليه؟ حقيقية، وأبي كرم. لما يقولك الكرمة الحقيقية يبقى في كرمة تاني مالها؟ مزيفة. تعرف أن في كرمة مزيفة؟ خد بالك لا تكون في الكرمة المزيفة. إيه هي اللي في الكرمة المزيفة؟ الكرمة المزيفة أنه أنا وإنت مخدوعين أن إحنا هنطلع ثمر من زواتنا.
ليه مش قادر أغفر؟ ليه مش قادر أحب؟ ليه مش قادر أعطي بجرأة؟ عارف ليه؟ لأني بحاول، ومحاولاتي أنا حاطت نفسي في كارما غير حقيقية. أنا بحاول أصنع الثمر بنفسي بمجهودي. لكن رب يقول يسوع أنه إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. إن ثبتتم في محبتي وأنا ثابت في العصارة الطبيعية اللي خارجة، هي العصارة حياة يسوع فيا وفيك، حياة يسوع اللي دخل في قلبي وفي قلبك، اللي غيرت هذا القلب في يوم من الأيام، واللي مستمرة في تغيير هذا القلب على الدوام، إن يكون لي صورة يسوع المسيح. لما ده بيتغير جوايا في حاجة مختلفة تحصل في حياتي. حالة قلبك ايه؟ طب حالة قلب الناس، اي ناس من غير وجود الله جوه هذا القلب شكلها ايه؟ لو القلب هو اللب، لو القلب هو المركز، لو القلب هو المحور، لو هذا اللب او المركز او المحور ليس لله سيطرة عليها، شكله يبقى الناتج منه. اسمع الناتج منه من كلمة الله بتقول ايه. في يوم من الايام الله بص على بني ادم اللي هو خلقهم. واحدة من اقصى الايات اللي موجودة في سفر التكوين اصحاح 8 تقول كلمة الله، بتقول الكلمة في رومية 8 وعدد 21، رأى الله فإذا تصور قلب الإنسان شرير منذ حداثته. اسمع كلمة تانية، تصور إيه؟ قلب الإنسان شرير منذ حداثته، فتأسف الله أنه صنع الإنسان. قريت الآية دي قبل كده؟ الله تأسف، زي اللي ندمان انه صنع الانسان. ليه؟ لانه قلبه منذ الحداثه شرير. ارميا 7:9 واحده من الايات المشهوره يقول القلب اخدع من كل شيء وهو بعد عنك. بعد عنك ليه؟ قريب منك، فينا كلنا. القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس. اخدع ليه؟ لانه كلنا لما بنمشي بتمشي ورا ايه؟ ايوه، ورا قلبك، ورا قلبك، ورا اللي جواك. وكتير ما بيخدعني وبيخدعك لأنه نجس، لأنه منجس بأفكار كتيرة ومنجس بحاجات كتيرة موجودة حوالينا وإحنا عايشين بيها. كل اللي عرفوا الله أو اللي ما عرفوهوش، كل البعاد عنه وليسوا قريبين منه، تقول كلمة الله عنهم في رومية 1:21. في رومية 1:18 بتقول كلمة الله، لأن غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم، الذين لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم. تقول كلمة الله عدد 21، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. القلب لما يظلم مش شايف، انظر حواليك لكل الناس، انظر للناس اللي ماشيه يمين وشمال. كلمة الله بتقول ان القلوب دي قلوب ما فيش لله سيطرة عليها او مش خضعة تحت سلطانه، هذه القلوب غبية، هذه القلوب مظلمة. المشكلة في النجاسة، النجاسة مش فعل خارجي، النجاسة شيء بيبدأ من القلب. عشان كده إرميا قال إنه القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. رب يسوع من اللي بيقرأ مننا الموعظة على الجبل وهو بيقول سمعتم أنه قيل لا تزني، لا تزني. وأنا عايز أقول لك إن الزنا بيبتدي منين. خد بالك الرب يسوع بيقول، أنا عايز أقول لك الزنا بيبتدي منين. الزنا مش بيبتدي بالفعل، الزنا بينتهي بالفعل.
الزنا بيبتدي ويكمل في الداخل. من نظر إلى امرأة ليشتهيها اوريدي قد زنى بها فين؟ جوه قلبه. لما بحكم على حد وبدينه مش محتاج انطق علشان ادينه واقول ان هو وحش وان هي وحشه وانه شكله انا عملت كده في داخلي، انا عملت في قلبي، انا عملت في داخل اعماقي اللي بينجس القلب مره تاني. مرقس اصحاح 7، لو تفتح معايا الشاهد ده مرقس الاصحاح 7، الفريسيين كانوا من بتوع السنة، تعرفوا السنة؟ السنة كانوا من بتوع السنة. السنة يعني إيه؟ السنة يعني ماشيين على تقليد الشيوخ، وهم ماشيين على تقليد الشيوخ، فشافوا تلاميذ الرب يسوع بيأكلوا من غير ما يغسلوا إيديهم. مفروض إنه في الشريعة أو في التقليد إنه يغسلوا إيديهم قبل ما يروحوا يأكلوا، فابتدوا يسألوا أسئلة، ليه تلاميذك بيأكلوا من غير إيدين مغسولة؟ ساعتها الرب يسوع جاب الشاهد بتاع إشعياء 29، إن هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا، باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، لأنكم عدد 8 تركتم وصية الله وتتمسكون بتقليد الناس. وبعدين بتقول كلمة الله من عدد 14، ثم دعا كل الجمع وقال لهم اسمعوا مني كلكم وافهموا. حلو لما الرب يقول لك اسمع، اسمع واعمل ايه؟ وافهم، مش بس انك تسمع بس، افهم ايه اللي بيتقال. ليس شيء من خارج الانسان اذا دخل فيه يقدر ان ينجسه، لكن الاشياء التي تخرج منه هي التي تنجس الانسان. ان كان لاحد اذنان للسمع فليسمع. دخل جوه والتلاميذ مش فاهمين، هم سمعوا برضو بس مش فاهمين، فقال لهم انتوا كمان مش فاهمين انا بقول ايه. وبعدين عدد 18، قال لهم افانتم ايضا هكذا غير فاهمين؟ اما تفهمون ان كل ما يدخل الانسان من خارج لا يقدر ان ينجسه، لانه لا يدخل الى اي لفين الى المركز، لانه لا يدخل الى قلبه بل الى الجوف ثم يخرج الى الخلاء، وذلك يطهر كل الأطعمة. ثم قال إن الذي يخرج من الإنسان ذلك ينجس الإنسان، لأنه من الداخل من قلوب الناس. إيه أكتر حاجة بتطلع وأول حاجة بتطلع تنجس قلوب الناس؟ بص على الكتاب وقول لي بصوت عالي إيه اللي يعني؟ تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبث، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. جميع هذه الشرور تخرج من الداخل وتعمل ايه؟ اخدع من كل شيء وهو نجيس. افكاري اللي حاملة شر، اللي حاملة زنا، اللي حاملة فسق، اللي حاملة عهارة، اللي حاملة الفعل من الخارج مش جاي من فراغ، الفعل اللي جاي مني جاي من داخل، والداخل جاي من قلبي. شكله ايه؟ السؤال اللي بسأله لنفسي مرة تاني، حالة قلبي شكلها ايه؟ ايه اللي ربنا عايز يصنعه في قلبي وقلبك قبل ما نقول عنه ان كان نقي وان كان نجس؟ قلب بعيد عن الله تعيس، قلب بعيد عن الله باختصار كده مهما وصفته، أحسن وصف للقلب هو بعيد عن الله اللي وصفه إرميا والرب يسوع، إنه نجس. بس جمل فيه، زوق فيه، اعمل اللي انت عايزه. هو في الداخل النبع لأنه مليان أفكار ليست من أفكار الله، اللي طالع منه حيفضل نجس، هيفضل نجس. لا يخرجون من الشوك عنب،
ما ينفعش. حد حافظ قانون الزرع والحصاد؟ ألو؟ ما خدناهوش في الصف الرابع. أيوة معلش. ما يزرع الإنسان إياه يحصد، خيرا كان أم شرا. ما بيحبنيش، ما بيعملنيش كويس، ما بيحترمنيش. أنت زرعت إيه؟ أنت زرعت إيه؟ عندي مشكلة دايما مع الآباء والأمهات، أن يجي يشتكوا الواد ده قليل الأدب، البت دي مش عارف مالها. وأنا أي أب يجي يقول لك بص في المراية، بص في المراية، بص في المراية، الأصل في حضرتك. ابني هو انعكاس ليا، شئت أم أبيت، إلا أنا زرعت فيه هحصده مع الأيام. قانون الزرع والحصاد اللي ربنا حطه لينا علشان نفهم بيها، نفهم بيه أنه اللي أنت هتزرعه جوه قلبك هو اللي هيخرج منك لحياتك وهيأثر على كل حاجة فيك. الله بينظر، بينظر بشدة بشدة إلى القلب. القلب شكله إيه؟ حد فاكر الأسيس كان بيفكرني النهاردة لما صمويل النبي راح بيت لحم علشان الرب بعته يمسح حد من ولاد. أنا بحب الرب جدا لأنه لذيذ الحقيقة، لذيذ أنه ما يقولكش على كل حاجة، يطلب منك حاجات. طب ما يقول له روح في عيل حد عند ياسا في عيد ابنه الصغير اسمه داود امسحه وخلصنا. لا لا لا، روح أنا لي حد في عيال ياسا هبقول لك عليه لما تروح. فراح شاف، شاف مين أول واحد؟ بسم الله ما شاء الله، طول بعرض وجاهة وجمال البكر بقى. يعني ياسا بيقوله أبو إلياب مش أي حاجة يعني، فده هو ده، هو ده. رب قال له مش ده، أخذ اللي بعده. مش ده اللي بعده. قبل ما يكمل لغاية آخر واحد الرب قال له الإنسان إنما ينظر إلى العينين، ولكن الرب ينظر إلى القلب. الله شايف حاجة جوه القلب شكلها إيه. بقرأ النهاردة الصبح عن يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. راح لأخية عنده ابن عي، ابن مرض، فقال لمراته يعني البسي طرحة ولا اعملي أي حاجة في الحياة، وروحي لأخية الشلوني اللي تنبأ علي وقال لي إن الله حيعطيني المملكة، وقولي له عشان يصلي لك للواد علشان يحيا. أخية الشلوني ما كانش بيشوف في هذه الأيام، كان كبر في السن فنظره ضعف. لكن رب قاله، قال له إيه؟ امرأة يربعان جاية لك علشان ابنها، وقل لها قبل ما تخش البلد وترجع من تاني حيموت الولد، ولا حد في نفسه يبقى، ولا حد حيدفن في قبر، ولا حد حيدفن إلا هذا الولد اللي حيموت. ليه؟ لأنه وجد فيه شيء صالح أمام الله. الله، ده عيان وحيموت، مش مهم انت حاكم عليه بايه، مش مهم انت شايفه بايه، المهم ان الرب شايف في دخله في حاجة مختلفة. ده الوحيد اللي اتدفن من ولاد يربعام ونسله في قبر مع الملوك. الله بينظر الى القلب. مشكلتي ومشكلتك في حياتنا وفي علاقتنا، كويس ان احنا من بكرة هندرس عن العلاقات ونعمل مجموعات على العلاقات ونحكي. مشكلتنا في العلاقات مشكلة عميقة جدا، وسببها أنا وإنت بنحكم على بعض بمرأة عنينا. ما حدش بيحكم على اتجاه القلب شكله إيه، ما حدش بيحكم على الداخل في إيه. الله لأنه خلقني وخلقك، ولأنه صنعني وصنعك، عارف القلب شكله إيه، ولأنه عارف القلب شكله إيه، وهو بينظر إلينا، وهو بيفحصنا من داخل. قلبه مليان بالحنان، قلبه مليان بالرحمة، مش جاي علشان يدنا، جاي عشان يخلصنا. وفي كل حتة أنا وإنت بنكون واقعين فيها هو بيجي لأجل معونتنا، وحتى في تبكيته لينا بالروح القدس. احنا دايما واخدين على كلمة تبكيت يعني حد مسك عصاية وعمال يخبط فينا. بكتني يعني يقنعني، تاني بكتني يعني يعمل إيه؟ يعني بالإنجليزي convict. convict يعني يحاول يقنعك بحاجة. والروح لما بيقنعك يقنعك بإيه؟ أنت بنت للرب، أنت ليكي ميراث غير،
انت لابد ان يكون راسك مرفوعه. انت اللي فيكي اقوى واعظم من الذي في العالم. انت ما ينفعش تسلكي السلوك ده مش علشان انت محرومه ولا ربنا عايز يحرمك من حاجه، عشان انت مقدسه، عشان انت طهره، عشان انت نقيه، عشان انت مدفوع فيك ثمن غالي. ولما نحكي بكره ونتكلم على القلب بيتطهر ازاي، والقلب بيتطهر الروح القدس يجي يقول لك انت ليك في دم الحمل احسن حاجه ممكن تغسل قلبك وتغسل ضميرك وتغسل كل حاجه فيك. ما انتش تحتاج تعمل حاجه بايديك، ما انتش محتاج انك تتمرمط ولا محتاج انه تتضرب ولا محتاج انك تتجلد ولا محتاج انك تسلخ نفسك عشان تتوب عن خطاياك، لكن انت محتاج انك تيجي بقلب متضع قدامه يقنعك علشان ترجع من تاني وتاتي اليه. سليمان الحكيم بيقول يا ابني اعطني، لما تديني قلبك لتلاحظ عيناك. بص عليا بقى، ليه 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 ليه؟ رب يسوع يقول حيثما يكون كنزك هناك يكون قلبك. طب لما تديني قلبك، انا خدت كنزك وخدت كل حاجه فيك، خدت كل حاجه فيك. لما تديني قلبك يعني اتجاهاتك، قلبك يعني ما ترغب فيه، قلبك يعني اللي بيحرك حياتك شكله ايه، رجعت سلمت من تاني بين ايديا. الحاجة التانية اللي تعملها حط عينك عليا على طرقي. وانت بتحط عينك على طرقي حاجات كتيرة هتختلف معاك وهتختلف في حياتك. الله مش عايز فلوسك. يلو ولا عايز عشورك ولا عايز مالك، يا كنت هتغني يا عم، فكر معي بس الله فكر دي، يا كنت هتغني. اقرا كده مزمور 50 لما تروح بالليل، اقرا مزمور 50 اقول لكم بالبلدي، يا كنت فاكر المحرقات بتاعتك اللي قدمها لي هي اللي هترضيني، انا ليا على الجبال الالوف. ذبائح الله هي روح، ده اللي داود قاله. لو عايز تذبح صح اذبح لله حمدا، اذبح من جوه قلبك من داخلك من اعماقك. الذبيحه اللي تاتي من جواك حاجه جايه من جوه اعماقك، جايه من الداخل، الله بيدور عليها. في روميا 10:10 بتقول كلمه الله ان امنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. أول نقلة ليك في حياة الإيمان إن قلبك كيانك اعترف بشفاهك، خرج اللي جوه قلبك. من فضلة القلب يتكلم اللسان من جوه من جوه من جوه. قديه بنعاتب بعض، قديه بنتكلم بعض، كلمني كويس. طب اكلمك كويس منين لما كان اللي من جوه مش كويس؟ اجيبه منين؟ مش كويس، مش كويس. الايمان اللي الله طلبه ايمان من داخل القلب، من داخل نفسي ونفسك، من داخل اعماقي واعماقك. الله لا يشمخ عليه، ولانه لا يشمخ عليه وهو بينظر الينا يعرف قلوبنا وعايزنا نتضع بقلوبنا قدامه. حالة قلبك، لا حالتك تعكس قلبك. بص اللي جنبك قول له حالتك تعكس قلبك. طب مرة تانية معلش تجاوبوا معايا، مش هكمل غير لما تقولوا البعض حالتك تعكس قلبك. حالتك مالها؟ تعكس قلبك شكلها ايه؟ غير قلبك تتغير حالتك، مش غير حالتك تتغير قلبك، لا لا لا، غير قلبك تتغير حالتك. كم واحد مننا، كم واحد مننا عدى عليه وقت الحال من أسوأ ما يكون حواليك، خلاص حالك حزين وكئيب وتعبان وشايل الهم وعايل وخايف من بكره وايه اللي هيحصل، وبعد كده الرب راح حصرك في مكان، حضرت لك اجتماع، فتحت التلفزيون شفت حاجه، سمعت لك كلمتين، قريت في كلمه الله، وفجاه في حاجه حصلت
في داخل قلبك من جوه، رميت حملك عليه، رجعت صدقت فيه، رجعت شفت مواعيد الله اللي اتكلم بيها على حياتك، سلمت من تاني وثقت ان في اله لسه جالس على العرش، كل شيء خاضع تحت قدميه، قلبك اتملى بالايمان من تاني. ولما قلبك اتملى بالايمان من تاني ولا حاجه من ظروفك الخارجيه اتغيرت، لكن حالتك الداخليه اتغيرت. ولما حالتك الداخليه اتغيرت بقى عندك قدره جديده انك تواجه الواقع اللي انت عايش فيها بقلب مختلف وبايمان مختلف. ولسه عندك ايمان، لسه عندك رجاء، لسه عندك حاجه تاني انت ماشي بيها. حالتك بتعكس قلبك. مزمور 68:11 بتقول هذه الكلمات: وحد قلبي لخوف اسمك. وحد قلبي من جوه لخوف اسمك. الانضباط في حياتنا، الانضباط اللي هو واحدة من الثمرات القليلة اليانعة والمثمرة في حياة المؤمنين، للأسف للأسف الانضباط بيأتي بقلب من جوه عنده اتجاه انه عايز يخاف الله. انتوا معايا ولا مش معايا؟ عايز يخاف الله. وخوف الله معناها تقدير، خوف الله معناها خبود، مش كده بتقولوا بالعبري؟ كبود، خفود، خفود، خفود يعني ريسبكت، يعني احترام، مش كده؟ تعرف الكلمة هي نفسها كلمة مجد، مجد، مجد. لما تديله المجد، لما تديله الاحترام، لما يكون ده خارج من قلبك، خارج من دخلك، شكله ايه؟ وداود بيقول وحد قلبي لخوف اسم، يعني الحاجة الوحيدة اللي تحرك قلبي، معناها وحد قلبي، قلبي مش عشرة، لكن الحاجة الوحيدة اللي تخليه ماشي صحيح هو خوف اسمك يا رب، هو خوف اسمك. وحد قلبي لخوف اسمك. لما يتوحد قلبي لخوف اسمك ده هيأثر على إيمانك، هيأثر على محبتك، هيأثر على قداستك، هيأثر على كلامك، هيأثر على خدمتك. أقولهم بسرعة بالشواهد: لما قلبك يكون من داخل متوحد يأثر على إيمانك. إزاي؟ يسكن المسيح بالإيمان في قلوبكم. ده بيكتب للكنيسة. يا كنيسة لسه ما قبلتش المسيح ولا إيه؟ ليسكن المسيح بالإيمان في قلوبكم، في قلوبكم، جوه قلبك، جوه قلبك يكن ليك إيمان المسيح. حد حافظ غلطية 22 بيقول إيه؟ مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان. إيمان مين؟ إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه. لو قلبي في إيمان المسيح أنا مش خايف من حاجة، لو في إيمان المسيح عندي رجاء في داخلي كل الأيام، لو قلبي في إيمان المسيح، الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. حالة قلبك هتعكس إيمانك. أنت معايا ولا مش معايا؟ حالة قلبك غصب عننا، حالة قلوبنا بتعكس إيماننا. والقلب اللي مش مليان بإيمان المسيح واضح في اتجاهات. وفي مجتمعنا وبالذات مجتمعنا العربي، اعمل حصر للكلام اللي انت بتتكلمه واللي حواليك بيتكلموه، ان كان في العمل او ان كان في الجيران او في البيت، هتجد انه اكتر من 95% من الكلام اللي احنا بنتكلمه سلبي. العيشة والظروف والحياة وهم ومش هيكون ومش هيحصل ومش هنسوي، والسلبية تأتي بالدينونة، والدينونة تأتي بالشكاية، والشكاية تأتي بالإيماء. كلهم ولاد عم، كلهم ماشيين مع بعض، عيلة واحدة، بيمشوا مع بعض كلهم وييجوا. لما قلبي مش مليان بالإيمان، قلبي مش مليان بالإيمان. وأنا صرختي النهاردة واللي هنيجي نصليها بعد شوية: عود يا ابن الله وخد مكانك جوه قلبي من تاني. خد
مكانك جوه قلبي من تاني. اديني ايمانك، مش ايماني انا، اديني ايمان من نوع ايمانك، نوع ايمانك. رب يسوع في مره من المرات، من المرات الكثيره، اللي دخل في السفينه وراح على المؤخر وعمل ايه مع الاعتذار يعني، نام. وكده كلمة بتقول انه في نوء ريح عظيم. نوء ريح ايه؟ عظيم. نوء ريح عظيم يعني صوت البحر. بس احنا لما بنقعد على حتة على البحر قريبة، رحت عكا ولا رحت في اي مكان ولا في حيفا ولا في اي حتة، ويكون صوت الموج عالي، ما عرفش نسمع بعض معايا، فدول صوت الموج عالي وبيضرب في السفينة بتاعت الصيادين دي بالصوت الجامد، وهم كلهم صيادين بيسرق رجال. عارف لما رجالة يجتمعوا مع بعض ويتكلموا مع بعض شكلهم ايه بقى؟ رجالة بيزعقوا في بعض، وده بيزعق في ده وده بيعمل في ده، وهو نايم على المؤخرة ماله. فبطرس لم يحتمل في الآخر، فقام هزه. ما يهمكش ولا ايه؟ مش فارق معاك؟ اما يهمك ان انا نهلك؟ تقول كلمة الله. فقام وانتهر البحر والريح، وقال كلمتين اتنين بس، اسكت. انا بعتقد بقولهم زي ما انا بقولهم كده بالهدوء ده، ابكم. جاي من جوه. على فكرة ممارسة السلطان، سمعاني ولا مش سمعاني، مش محتاجة للصوت العالي خالص خالص. زعقي واعملي الدنيا واخربي، خلي ابوها يجي بس يقول كلمتين خلصت الدنيا خلاص، نظرة عين واحدة بس. وبعديها الرب يسوع بيقول كلمتين اتنين، أين إيمانكم يا قليل الإيمان؟ إيمان في إيه بالضبط حضرتك؟ إيمان في إيه؟ الإيمان إنه خالق البحر موجود في سفينتك. الإيمان إنك ليك سلطان حتى على الطبيعة، ممكن تبكمها وممكن تسكتها. إيمان ابن الله. بقولك إيه، لو أنا محتاج حاجة اليومين دول، أنا محتاج إيمان ابن الله يكون جواه قلبي، عشان عندي عواصف كتيرة وعندي البحر هايج جدا وعندي حاجات كتيرة قايمة في بيتي وقايمة مع أولادي وقايمة في شغلي وقايمة. أنا محتاج إيمان ابن الله اللي جوايا يديني ثقة وأقول اسكت ابكم. حالة قلبك تعكس إيمانك، حالة قلبك تعكس محبتك. إن كان لله وإن كان للناس، قلبك هو الحكم. أنت بتحب الاثنين إزاي؟ كتاب بيقول لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والإيه؟ والحق. والحق يجي منين؟ هو بيقول عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة. ولو كان في وصية، ما هي الوصية الاولى والعظمى؟ تحب الرب الهك كل قلبك. قلبي تعلق بيك ترلت، قلبي تعلق بيك. يا راجل يا عم قول كلام غير ده. قلبي تعلق بيك. طيب احنا هنجمع النهاردة عشان مش عارف ايه، في احتياج ايه، تدور فين اقل عملة موجودة معاك، وبعد كده هنرنم ايه برضو. قلبي تعلق بيك ترلالا قلبي. يعرف نضحك على بعض، مفعش نضحك عليه. تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قدرتك. أنا النهاردة كنت بصرخ قدام الله وأنا بصلي، بقول له أنا عايز أحبك
أكتر ما حبيتك التمانية وتلاتين سنة اللي أنا خدمتك فيهم يا رب. أنا عايز أحبك. نفسي أقولك على شيء، وأنا كنت النهاردة بصليه لنفسي وأنا بصرخ قدام الله بقول له اديني قلبي يحبك بصورة مختلفة يا رب، اديني قلبي بيحبك. وأنا بصرخ بقول أنت مش واخد بالك ولا إيه؟ أنا اللي فضلي من الرحلة كل يوم بيعلن إن الرحلة قربت إنها تنتهي. مش أنا هموت، ما كلنا هنموت، وإنت ماشي في الحياة كل يوم بتعديه بيقول إنك قربت على نهاية الرحلة أكتر من امبارح، إن خلاصنا أقرب مما كان حين آمنا. يوم بعد يوم الرحلة بتأثر، الرحلة أنت بتاكل من رصيدك وأنا باكل من رصيدي. أنا محتاج حاجة واحدة بس أكمل بيها، أنا محتاج حاجة واحدة تكون جوايا أعرف أكمل بيها المشوار معاك، أعرف أخدمك من كل قلبي، أعرف أحط حياتي على المسبح من تاني، لأنه أنا ابتديت أتعود عليك وأتعود على وجودك وأتعود على الكلمات اللي بتتقال عنك. احنا نعرف نعمل كنيسة على فكرة، احنا نعرف نتصنع وجوده وحضوره في شوية تسبيح وشوية مش عارفين. شفنا مجد الرب يا جماعة، مش معقول كان في كنيسة في سفر الرؤيا كانت مجتمعة وفضلت خيرك بقى أغنية أغنية أغنية، الرب مباركهم بركة أغنية أغنية، ورب واقف بيقول ايه؟ انت فاكر نفسك انك غني واستغنيت، انت فقير يا ابني وبائس ومكحل عينك وعامل فيها انه واعمى ولابس غالي مش كده، انت عريان قدامي. ها انا ذا واقف على الباب، ده مش بيكلموه عشان نعمل مؤتمر خلاصي عشان حد يقولك الرب واقف على باب قلبك افتح له، ده كان بيخبط على كنيسة. انت معايا مش معايا؟ كان بيخبط على كنيس كنيس وكيسة مجتمع على فكرة، كيسة شغالة من نار، شغالة نار شغالة وناس بتيجي والحمد لله العطاء زايد جدا عشان تبقى عارف يعني اللي من دول، والبركة من كل حتة متاحة والرب فاتح علينا. الرب بره الكنيسة هو لسه بيخبط بيقول واحد بس يفتح لي، واحد يرجعني المكاني تاني، واحد يرجع لي عروستي مرة تاني من جديد ترجع إليا. وأنا بقول لك اليوم إنه قلبك يعكس محبتك للرب شكلها ايه. بحبك من كل قلبي، بحبك بدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع. الرب يقول لك الله حلوة قوي، ينفع تديني قلبك عشان تعرف تعيشها وتحياها؟ جميل ان سمعتها من شفايفك، انت اكرمتني بشفايفك، بس فاضل حتة لسه ما تعملتش قلبك. وقلبك ازاي؟ اديني ويدي لك امتحان صغير، في الامتحان الصغير وانت بقول بحبك وكده فتحت عينك لقيت انه لقيتها دخلت، عارفاها انت ولا مش عارفاها؟ دخلت قعدت. اسم الرب يسوع، انت هر كل روح شرير يا رب، انت هر كل روح شرير يا رب، ساعدنا رب في اسمك يا عمي. بحبك التانية. الراجل الفريسي اللي سأل الرب يسوع مالوش ايه اول الوصايا وايه تاني الوصايا وايه تالت الوصايا، سأله سؤال واحد بس، ما هي اول وصية؟ قال له الوصية الاولى ولا على فكرة التانية زيها بالظبط، ما حد سأله على تانية، بس رب يسوع قال ما فيش فرق ما بين الاثنين. ليه؟ لو حبيته من كل قلبك ما أسهل أن تحب قريبك كنفسك. خلاص خلاص، أعرف منين أنا بحب الرب من كل قلبي؟ بس بس أدي الامتحان، أدي الدلالة. تعرف منين تحب من كل قلبك؟ بتحب قريبك كنفسك. لما حد مننا صباعه بيحصل فيه حاجة، اتقرص ولا ورم ولا حصل له شيء، سلامتك أسيس ألف سلامة، ما بيقولش إن دراعي وجعني فاعمل فيه إيه؟ ده تعبني يا أخي دراعي، روح قاطع دراعه. أول حاجة بيروح يعملها إيه؟ يروح للطبيب ويدي له علاج ويجيب الإخوة يصلوا عليه. ليه؟ عشان ده نفسه، ده جسده، ده دراعه. والرب بيقول انه لما تحبني انا حدي لك قلبي تجاه الاخوه اللي حواليك
مش هتبذل مجهود تحبهم، لأن أنا فيك هعرف أحبهم لو كان قلبك بالكامل معايا. أنا قاعد النهاردة، أنا بحب أقرأ كلمة الله، يعني أمسك كلمة الله كده، أمسك سفر أقرأها على بعضي، أوكي، حاجة أقرأها على بعضها كده وأقولها للرب. من ضمن الحاجات الجميلة الرب يحب يسمعها مني إن أنا أقول له كلمته. فالنهاردة أنا بقرأ في الموعظة على الجبل: حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. لو حد من بلدياتنا: ازاي 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 هعملها ازاي دي؟ ده انا عمال رافع ايدي ليك، خد لي حقي، انت العادل وحدك يا رب، انت الجالس على العرش يا سيد رب، انت لا يضيع احد من بين يديك، انت اللي تنظر للفقير والمسكين اللي زي يا رب. كلها ايات كتابيه. حب عدوك، إن جاع عدوك أشكرك لأنك وريتني في يوم يا رب، كتر خيرك. زرع وحصاد، مش أنت قلت زرع وحصاد؟ زرع وحصاد أهو، الرب وراني في الآخر. إن جاع عدوك قلبك يقول إيه؟ خد خطوة وروح اطعمه. لو في موقف صعب، أذكر أم من الأمهات، بكرة وبعد أحكي لكم عن المرارة والغفران، وده درس كبير كلنا محتاجين نتعلمه. أم كان في واحدة ست حبوبة خادمة تتكلم على بنتها بالبطال، تتكلم على بنتها بالإيه؟ بالبطال. الأم دي سمعت خدمة وأنا بتكلم على حبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم. ابن الست دي مسافر بيجي في أجازات بس، وبنتها موجودة. فابن الست اللي هي بتتكلم بالبطال جه من السفر، فالأم اللي سمعت دي عملت صينية مكرونة بالبشاميل وقالت لبنتها: اتصلي بطنط فلانة وقولي لها طنط حمد الله على سلامة فلان ابنك، وماما عملت له صينية المكرونة اللي بيحبها. ايه ده؟ بارك ما تلعنش، بارك تجمع جمر نار على ايه؟ على راسه. هقول لكم على حاجه، من يوم ما الام دي عملت كده انا ما سمعتش من الست التانيه كلمه بطاله تاني اتقالت. بتقدم حاجه، انت بتعمل حاجه، حبك ليه وحبك للناس هيعكس حالة قلبك شكلها ايه. في بطرس الاولى 1:22 بيقول: فاحبوا بعضكم بعض من قلب، ماله يا بوي، من قلب طاهر وايه؟ بالشدة. مش هينفع احب حد من جوه القلب غير ما القلب يكون طاهر. هنحكي عن ده بكرة. القلب يكون طاهر، لكن الحب يكون نابع من جوه، نابع من داخلي، نابع من قلبي. ماشي، غير قلوبنا يا رب عشان نعرف نحب من الأعماق زي ما أنت بتحب يا سيد الرب. شيء ثالث، قدستك شرطة أو نجستك تعلن حالة قلبك. قدستك أو نجستك تعلن حالة قلبك من جوه شكله إيه. في بطرس الأولى 3:15 بتقول كلمة الله: بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. قداسة الله مش نبع في أعمال أنت بتعملها، في محاولات أنت بتبذلها. قداسة الله نبع من قلب من داخل بيخافه، ومن قلب من داخل عارف حدوده فين،
عارف حدودي، عارف انه عينيا مش مفروض انها تمتد اكتر من كده، ايديا ما تمتدش اكتر من كده، لساني ما يطلعش يقول ده، مسلكي مش مفروض يكون كده، افكاري اللي محدش من الناس شايفها مش مفروض انها تكون كده. قلبي هو الانعكاس، قلبي هو النبع اللي طالع منه، يا اما قداستي او غياب قداستي اللي احنا بنسميه نجاسة. عبرانيين 10:22 بتقول كلمة الله: فلنتقدم في قلب صادق في يقين الإيمان، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. هلو، بص عليا، مغتسلة أجسادنا بماء إيه؟ هو ده الماء النقي اللي تغسل بيه. قلوبنا من جوه مغسولة، قلوبنا جوه مرشوشة، واللي بيها نبع قداستي جاي من الداخل، جاي من أعماقي. الحاجة الرابعة: كلامك يعكس حالة قلبك. أقول لك على حاجة، أنا والأسيس عملين من مبارح والنهاردة بنحكي فيها، والأسيس نبه لي ليها أكتر من مرة. لغاية سنين فاتت أنا كنت فاكر أنه الأخرس عنده مشكلة في لسانه، وبعد كده فهمت طبياً وعلمياً أن الأخرس ما عندهش مشكلة في لسانه، الأخرس عنده مشكلة في ودانه، في ودانه، ولأنه ما سمعش ما عرفش ينطق ويتكلم. وأنا وإنت بنتكلم بما نسمع، بنتكلم باللي سمحنا له يخش جوه قلوبنا، باللي سمحنا له يخش جوه اعمقنا. شكله ايه كلامك؟ شكله ايه؟ بتقول كلمه الله: من فضله القلب زمان، من يجي 20 سنه كان عندي سلسله عن اللسان اسمها حضره وزير الخارجيه، حضره وزير ليه؟ الخارجية. ليه؟ لساني ملوش ذنب يا عيني، مع أنه هو نار شر عظيم من يضبطه زي ما بيقول يعقوب، لكن لساني دايما بيعبر عن إيه؟ عن الداخل. وزير الخارجية بيعبر عن الحكومة اللي بيمثلها شكله إيه؟ القلب بيعبر عما في داخلي، عن اللي دخل جوايا. كلامي بيقول إيه اللي موجود في داخل قلبي، لغتي بتقول إيه اللي ساكن وإيه اللي موجود في داخل قلبي. متى 12:35: الإنسان الصالح من الكنز الصالح من القلب يخرج الصالحات، والإنسان الشرير من الكنز الشرير اللي هو برضو القلب يخرج الشرور. القلب النقي واللي بيخرج في الكلام محتاج مني ومنك إني أعبيه بكلام علشان يطلع على لساني كلام يمجد الله ويسبح اسمه. سمعني ولا مش سمعني؟ ما حدش هيديني درس فاني أقول إيه وما أقولش إيه. شوف نفسك أنت بتتعبى في إيه، أنت بتتكلم بإيه، إيه اللي أنت سمعه مدخله جوه ودان. لو يومك كله أنت بتسمع، مش عارف، مع احترامي للأغاني والفن وكل حاجة، بتسمع أغاني وبتسمع مش عارف إيه، بتسمع، إيه اللي أنت هتنطق بيه؟ جرب نفسك وانت بالسيارة كده مشغل حاجة، مشغل حاجة بقالك نص ساعة، لما تنزل وانت بعد ما نزلت لسه بتعمل ايه؟ بتردد اللي كان بيتقال. ليه؟ لانه دخل، لانه عارفين غسيل المخ كانوا بيعملوه ازاي زمان؟ بالطريقة دي، بيحطوا سماعات لما كانوا يمسكوا حد في الاتحاد السوفيتي زمان عشان يعذبوهم ويقولوا لهم ما فيش الله، يحطوهم تحت سماعات ويفضلوا 24 ساعة يقولوا اللي هم عايزين يقولوه لغاية لما يبقى جوه، لما هم يجي يتكلموا بيتكلموا باللي سمعوا. انت عايز تسمع ايه عشان تتكلم بيه؟ اخر حاجة هقولها، اخر حاجة، لو انت بتخدم الرب خدمتك بتعكس حالة قلبك. صدقني صدقني، لو انت بتخدم الرب، لو من دافع من بره علشان ارضاء الناس، ولا علشان انك تشبع ذاتك، ولا عشان ان ده واجب، ولا عشان ان يكون حاجة انت مستني عليها مجازاة، تقول كلمة الله في كولوسي 3:23: كل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس.
كل ما عملتم، في مكان تاني يقول كل ما عملتم بقول أو بفعل، فاعملوا الكل من القلب باسم الرب يسوع لمجد الله الآب. خدمتي، ساعدني ان خدمتي تكون من القلب يا رب. كم واحد منكم راح مطعم واللي بيخدم عليك ملوش نفس؟ حط لك الطبق، جيب لك البتاع متأخر، واقف. لو انت من نوع المسالم تسكت في قلبك بس هتتهري، لو انت من نوع مش المسالم ممكن تنادي لي مديرك لو سمحت، ايه اللي انتم شغالينه ده؟ ايه اللي انتم حاطينه ده؟ صح؟ ما احنا بنعمل كده معاه، بنخدمه بقرف. لما اقول نخدمه على طول انا عارف ان ذهنك راح على الكنيسه. هي خدمه الله في الكنيسه بس؟ خدمتك وانت ما عندكيش شغل وبتربي اولادك اكبر خدمه. خدمتك وانت بتساعد جارك في حاجه اكبر خدمه. خدمتك وانت بتأدي دورك وعملك بأمانة في الشغل ومحدش شايفك غيره هو بس، أكبر خدمة انت بتقوم بيها. احنا بنخدم الله في ملكوته يا جماعة، احنا بنخدم الله في ايه؟ في ملكوته، في ملكوته. مراتي العزيزة منال عندها عادات كده في القلب وفي الرحمة، فمرات تطلب مني، مرات تطلب مني، أو مرة طلبت مني، مرات تطلب مني. احنا محسن كنا في مصر في زيارة في رحلة، الكلام ده من 8 سنين، فقفلنا المكان اللي احنا فيه، حد مدينا شقه كتر خيرهم ناس وضيوف ومسافرين بعربيه، فاحنا كنا في القاهره فاحنا مسافرين بسياره واولادنا مع حد تاني في سياره تانية ورايحين لاسكندريه عشان طيارتنا من اسكندريه، فهي قفلت كل حاجه وبعد كده معبيه علب بالاكل اللي فاضل. اوكي، فبنديه للبواب، قالت لي لا، فاخدها حطها على رجليها بالسياره والدنيا سخنة، يعني احنا في شهر 8 وانا قاعد، طب ارميه، طب اعملي فيه اي حاجة. فضلنا ماشيين 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 بتاع نص ساعة لغاية ما السيارة وقفت في اشارة، وقال ما وقفت في اشارة معدي الشارع كالناس من اللي بيكنسوا، فوقف قدام الاشارة، فوقف قدام السيارة، قلت لي افتح الازاز، ففتحت الازاز اديت له الاكل. انا ما عنديش القلب ده، انا ما عنديش القلب ده، ما عنديش الحكاية دي. من سنتين قالت لي على حاجة، قالت لي معلش أنا مش قادر أنزل عشان عندي خدمة بحضر، أنا مش فاضية، وانت خارج عند الباب هتلاقي فيه علبتين ثلاثة كده في كيسين، الله يخليك روح في الـ، احنا عندنا الجاز ستيشن سميه بنزينة، ما عرفش تسموه انتو، حطت بنزين، هتلاقي في حط بنزين في شباب بيشتغلوا هناك، اديهم بس الكيس ده. فأنا خدت الكيس رميته في السيارة من ورا، انا مجنون اخش جوه البنزينه ناس واقفه اقول له لا خد اكل في كده في الدنيا ولا ايه؟ مش ممكن اعمل كده، مستحيل، لا مش المهم. لفيت لفه بالليل وبعد كده انا راجع على البيت وخفت، الرجاله يقولوا امين. فانا متغصب روح، واول مره بلعب في حياتي، فدخلت البنزينه فلقيت في شباب هنود بيشتغلوا في الكويت، ففتحت الازاز فانا عملت البتاع وكانهم متعودين وعارفينها، فما شافني راح مبتسم مد ايده اخذ البتاع ثانك يو، فانا قفلت الازاز قلت اوكي. فاول ما روحت وهي داخله، صدقوني وهي داخله السرير، يا نبيل وديت اللي انا قلت لك عليه؟ قلت وديته، اشكر الله. الصبح انا بوصل بنتي مدرستها، بعد ما نزلتها وصلت المدرسه، فانا بلف من طريق مختصر ورا مستشفى عندنا كبيره في الحي اللي احنا فيه، واقفين 5-6 لابسين اصفر بيكنسوا الشارع، وانا معدي وهديت عنده مطب وبصيت لقيت واحد منهم مبتسم وهو بيكنس. بعد ما عديت ومشيت عارفين الرب يسوع قال ايه؟ انت توي حالا شفتني وانت مش واخد بالك. انا ده اللي انت شفته.
وأنا مروح كنت حاسس وأنا دموعي على خدي وأنا مروح أقول له أنا آسف لأني مش شايف اللي شايفاه مراتي، أنا مش شايف اللي هي شايفاه، لأنه في حاجة في إحنا بننظر للعينين، هو بينظر ليه؟ للقلب. كل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فإيه؟ فبي فعلتم. اتجاه قلبي لما يتحول اني اعمل كل حاجة في خدمتي، انا مش بعملها للناس، انا بعملها ليك انت، انا بخدمك انت. ولو انت هنا انت هتعمل ده مع ده ومع ده ومع ده، مع كل واحد محتاج، مع اليائس، مع المكسور. كم واحد مصدق ان الرب لم يأتي ليدين بل ليخلص؟ ارفع ايدك لو انت مصدق الحكاية دي، لم يأتي ليدين بل ليخلص. يا ترى لسه ليه حد موجود على الأرض هنا بيعمل أعماله؟ إيه هي أعماله؟ ناس بتخلص مش بالدين، ناس مش بتحكم، مش بنشاور بالصباع على بعض وبنتكلم على بعض، ناس بتقف عشان تحمي ظهر بعض وعشان تخلص وعشان تشجع. قلبك يعكس خدمتك من جوه شكلها إيه؟ خدمتك تقول حالة قلبك شكله إيه؟ قلبك هو المحور اللي الرب بيدور عليه، قلبك هو محور الحياة والتركيز اللي الرب عايزه مني ومنك. خليني أختم كلامي، أختم كلامي بالكلمتين اللي قالهم سليمان: يا ابني، إيه رأيك؟ ديني قلبك. عايز ترتاح؟ ديني قلبك. ما أنا لو اديتك قلبي أنا عارفك بتعمل حاجات أنا مش راضي عنها، أقول لك الحق ولا أضحك عليك؟ ديني قلبك. ما أنا لما أدي لك قلبي هتقول لي روح اغفر لفلان، روح سامح علان، وشارك اللي معه، مش جايبة معايا يعني، براحتك خليك زي ما أنت عايز، أنا ما غصبتكش. ستة بتقول غير لي حياتي وأنا عايز نهضة وافتقدني، أنا عايز افتقدك، ولأن أنا عايز أفتقدك حاجة واحدة بس أنا طالبها منك عشان أنت ترتاح، اديني قلبك، اديني قلبك. أنا النهاردة كنت بصلي وبصرخ قدام الله بقول له ارجع اديني قلبك كخادم من تاني يا سيد الرب، ارجع اديني قلبك كخادم عنده إحساس بالنفوس من جديد، عنده غيرة في قلبه ونار ان يشوف الناس جاية لملكوتك يا رب، ان يشوف الناس بتستريح، اني عارف بعد 38 سنة بتخدمك ارجع احرق نفسي على مذبحك من تاني وانا مسرور يا رب، وانا فرحان، وانا فرحان، انا متاح ليك. فالشباب بيرنموا كيسة بتراني وأنا متاح ليك، وأنا واقف الروح القدس قال لي حاجة، قال لي بذمتك؟ بجد؟ هو مين فينا اللي متاح للتاني؟ أنا اللي رنم الترنيمة، روح القدس يقولها، أنا اللي رنم الترنيمة، أنا اللي أقول أنا متاح ليك وأنا أدي كلمتي لأربعة وعشرين ساعة. انت تقدر تعملها؟ يمكن يجي لك موقف، يمكن يجي لك حتة وانت بتحط قلبك هناك، اسمعني الله يخليك، اسمعني، وانت بتحط قلبك بين ايدي من تاني، ساعتها بتقول للرب بنعمتك بس اقدر اقول انا متاح ليك يا رب، انا متاح ليك، افعل بي كل ما يحسن في عينيك. طب أنا عايز أفعل بيك ما يحسن في عيني، إيه هو؟ أنا عايز أتمجد في حياتك بالألم. لا، بقول لك اديني قلبي تاني الله يخليك، أرجعه تاني، أنا هختار الطريقة اللي أتمجد بيها في حياتك. يا بطرس، لما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق نفسك وتتنطط وتروح يمين وشمال، لما تكبر غيرك حيمنطقك، حيوديك في أماكن ما كنتش ترغب تروح فيها. قال هذا عن أي ميتة كان مزمعا. حد فاكر باقي الآية بيقول إيه؟ أن يمجد الله بها. عايزين نمجد الرب في الخدمة، عايزين نمجد الرب كده بآيات وعجائب، عايزين نمجد الرب بنفوس. رب يقول لك إيه؟ ممكن في ناحية تانية أنا أحب أتمجد إن أنا إنك تدفع الثمن،
أني أشاركك آلامي؟ ينفع أشاركك آلامي؟ قريب كان عندي اختبار مع بنت من الأرض دي، عاشت ألم واضطهاد مر 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 من أهلها. في آخر مرة هما بيحاولوا يقتلوها، شربوها سم عشان تموت، والرب أقامها وخرجها من المستشفى. وهي خارجة المستشفى بتبكي، بتبكي من حاجة واحدة بس، تقول له أنا مش قد المعروف اللي أنت عملته في حياتي، أنا مش قد البركة اللي أنت اخترتني علشانها إنك تشاركني كاس ألامك يا رب. أروح فين أنا؟ أروح فين أنا؟ أروح فين أنا؟ وهو بيقول لي أنا حباركك، أنا حباركك. مشوا من المجمع وهم فرحانين بعد ما اتضربوا واتهانوا، فرحين لأنهم حسبوا مستاهلين أن يهانوا من أجل اسمه. فين اللغة دي في مجتمعاتنا النهاردة؟ فين القلب ده في كنايسنا النهاردة؟ ده الأخت فلانة قالت عليا مش عارف إيه، أنا مش هخدم تاني، أنا مريحة من الخدمة، أنا دوروا عليا لو عملت إيه. قلب، قلب بيقول أنا بين إيديك، افعل بي ما يحسن في عينيك. مش هينفع تعملها لوحدك، مش هنمثل وحنقع في هنتكشف وحنبان، إن كان في بيوتنا، إن كان في عائلتنا، إن كان في علاقتنا، إن كان في كل حاجة بنا هنتكشف. يعني هنتكشف ليه؟ لأنه مش طالع من القلب. اللي طالع من القلب بس هو اللي هيستمر، اللي طالع من القلب بس هو اللي هيقف، والرب هيباركه وحيصنع بيه حاجة مختلفة. السؤال اللي أنا بقوله لك النهاردة عشان نختم كلامنا مع بعض، ديني قلبك. وأنا بقول ديني قلبك، في واحد بيقول جوه نفسه بعد كل ده هو ينفع يتصلح؟ ينفع؟ أنا مش هصلحه لك، أنا هدي لك واحد جديد. موسى بيقول قلبا نقيا مصلح فيا يا الله، قلبا نقيا نعمل فيه ايه؟ يتخلق من جديد. كم واحد قادر، عارف ان الرب قادر انه يخلق من تاني، يخلق من تاني، يخلق من تاني، يخلق. اخر شهادة هقولها لكم عشان تعرف لما ربنا يخلق قلب من تاني. لغاية سن 17 سنة ونص حالي كان من أردأ الأحوال، كنت صايع رسمي، بحب التسبيح والعبادة وربنا بيستخدمني فيهم. كنت بقول للأسيس امبارح لأني كنت مغني أفراح سابق، هاوي يعني، بعمل مشهورة النهاردة في المسيح يسوع. قبل كده كنت بعمل مشهورة للرقصات، ده كنت أنا. وانا في متوسط، في اولى متوسط، كنت بلف الحشيش في الفصل الدراسي، ده انا وحالي انا. كل اولاد الناس المحترمين اللي كانوا يمشوا معايا لازم يخربوا، لازم يخربوا، لازم يخربوا. دخن، تلف حشيش، تروح الاماكن اللي انا بروحها، هي دي الصحبه اللي انا بمشي فيها. ويا ما ضيعت شباب، يا ما ضيعت شباب. في يوم من الايام جه العلي افتقدني، افتقدني، غير قلبي وغير حياتي. ولما غير قلبي وغير حياتي، زي ما عشت فسدان من قلبي، اسمعني تاني، فسدان من ايه؟ من قلبي. لما غيرني وغير حياتي، ساعدني بنعمته اني اعيش له برضو من قلبي. كل اللي أنا ضيعتهم سنين عمري قبل ما أعرف المسيح، واحد واحد بنعمة الله الرب استخدمني في حياتهم أنهم ييجوا للرب ويرجعوا إليه. الشهادة حاجة واحدة بس، عارف إيه هي؟ لو غيرك أنت يقدر يغير أي حد. لو غيرك أنت يبقى الله اللي بتحكي عنه ده حقيقة، ويعرف يغير القلوب صح. وأنا بقول لك اليوم لسه إلهنا شغال في تغيير القلوب، لسه إلهنا بيخلق قلوب جديدة.
وتعالى النهارده وانت بتقول انا مش عارف احب، انا مش عارف اغفر، انا مش عارف اخدم، مش عارف اكمل المشوار، انا مش قلبي تعبني، قلبي وجعني، حاسس بالتقل، حاسس بالحمل ومش عارف اكمل ازاي. انا الامر مش محتاج سكوت، الامر مش محتاج انك تاخد وتخزن جواك، لانه الكآبه بقت ماليه بيوتنا، لانه الحبوب والاطباء النفسيين المسيحيين بقوا مليين الدنيا. واللي بيقول لك برضه خد حبوب ما عالجكش في حاجه، لكن نفسي اقول لك على حد النهارده، انا اعرف الطبيب الشافي، انا اختبرته، والطبيب الشافي اكبر جراح قلوب في الدنيا. ما بيعالجش القلوب العطلانة من جوه، الوحيد اللي بيعمل تغيير قلب من غير جراحة. حد يقول هللويا؟ هللويا. يعمل لك تغيير قلبك من تاني، بيعملها في لحظة مرات، بيعملها في ايام مرات، بس انا وانت عندك استعداد انك تسلمه قلبك ويشتغل عليك من جديد. لو كملت المؤتمر وانت مش عامل الخطوة دي، من الصعب عليك تلقط بعد كده، صعب عليك تاخد. لو سلمت النهاردة، اللي موجود في ابنه الوحيد هيحطه جواك، هيغرسه في اعماقك، ومن غير ما تعمل مجهود هتلاقي في حاجة في داخلك وفي داخل قلبك وحياتك بتتغير وبتتبدل. غمض عينك معايا وانت بترفع قلبك وبتقول له اشكرك لانك عايز تغير قلبي يا رب، عايز تبدل اعماقي من تاني يا سيد الرب. هاللويا هاللويا هاللويا. اوعى يكون حد تاني مالك قلبك. الهنا اله غيور، ما ينفعش يكون قلبك في حتتين اتنين. محتاج تحط اولوياتك الليله، محتاج تيجي قدام وانت بتقول انا عايز اختارك من تاني يا رب، انا عايز اختار ادي لك قلبي من تاني عشان نفسي افتدي اللي باقي من عمري يا رب، افتدي اللي باقي من حياتي يا سيد، انا منتظرك يا رب. انا بشكرك لانك انت مستنيني قبل ما انا ما اكون مستنيك يا رب، منتظرني ان اجي لك بكل اللي فيا يا رب. انت عارف تعبي، عارف انيني، انت عارف كسرتي، انت عارف وحدتي، انت عارف الوجع اللي انا حاسه بيه يا رب، عارف العجز اللي مليني يا سيد، انت عارف اني حاولت كتير وما قدرتش. صمويل صمويل يا رب يا رب يا سيد يا رب. انا مش عايزك تنفعل، مش عايزك تاخد قرار وبس، عايزك تفكر من قلبك كل فكرك واللي جواك، لكن نفسي ما تضيعش اللحظه، ما تضيعش الوقت اللي ربنا فيه بيتكلم اليك والى اعماقك. ينفع اجي احط قدامك قلبي من جديد؟ أنا بكلمك عن نفسي، صدقني من كم ساعة بس، بعد 38 سنة خدمة في هذا المكان اليوم، أنا كنت بسلم قلبي من تاني لي، بقول له خد قلبي يا رب، افعل بي ما يحسن في عينيك، أنا خايف لأكون مضيع لك وقتك يا رب، أنا خايف لكون مضيع الأيام وأنت عندك خطة رائعة الحياة يا سيد الرب. أنا عايز أختبرك، أنا عايز أعيشك، أنا عايز أكمل اللي باقي من عمري بس علشان أرضيك، بس عشان أعيش ملء المشيئة اللي أنت خلقتني علشانها يا رب. ولأنك أنت مختبر القلوب وعارف الكل، أنا جايالك زي ما أنا يا رب، أنا جاي لك بكل اللي في حياتي يا سيد رب. لا بمثل عليك ولا هتصنع شيء يا رب، لكن بكف مفتوح يا رب أنا جايب قلبي من تاني يا سيد رب، بسلمه ليك يا رب، سلم قلبي بين يديك من تاني يا رب.
لو عايز تعمل كده ده قرارك الشخصي وانت في مكانك. من فضلك وانت في مكانك افتح ايدك للرب وقول له انا عايز اسلم قلبي ليك من تاني يا رب. في حتت كتيرة جوه قلبي جوه قلبك، حتت تعبانة، حتت مش مقدسة بالكامل، حتت اتنجست من العالم ومن عمل الشر. اوعى تندم انك هتدي له قلبك، بالعكس احسن شيء ممكن تعمله، احسن قرار ممكن تاخده. مهما كان قلبك مليان، مهما كان قلبك شايل، مهما كان قلبك وافكارك ومشاعرك مشوهين، انا مصدق اليوم انه قادر ان يخلق جواك قلب نقي، يخلق جواك قلب جديد. ده قرارك انك تقول له انا بختارك تكون الاول، ده قرارك تقولي له انا بختارك انك تكون سيد في حياتي يا رب. املك عليا يا رب، املك عليا يا سيد الرب، املك عليا، املك عليا، انا عايزك، املك عليا، انا محتاجك، املك عليا يا رب، املك عليا. عايز اخدمك خدمة مرضية يا رب، عايز اقضي سنين عمري اللي باقية رافع فيها راسك يا سيد. يا روح الله، يا روح الله، تعال الآن يا رب، املك على قلبي من تاني، سلمه لك من جديد يا رب، سلمه لك زي ما هو يا رب، بنجسته بدنسه بأفكاره بأحماله بقذرته بجراحه بأوجاعه بألامه، زي ما هو، زي ما هو. انت بتعرف تخلق من جديد يا رب. انا بصلي اليوم يا رب اخلق فيا قلب جديد يا سيد، اخلق فيا قلب يسوع المسيح يا سيد، اتحط جوايا من تاني، انا عايزك يا رب، انا طلبك من تاني. ايا كان تكريسك لي، ايا كان اللي انت مدهوله، لو حابب تقف في مكانك علامة منك انك راجع تسلم قلبك من تاني لي، اعمل كده، مش حد يخصبك ولا تبص على حد وانت مغمض عينك. تعال على قلبي من تاني يا رب، تعال تعال. نفسي أقولك على حاجة اليوم كمان، تعال له كطفل صغير، تعال تعال بابا لسه مستنيك. مهما كبرت ومهما شبت هتفضل بالنسبة له طفل مدلل بين يديه. تعال زي ما انت، تعال وانت بتجري اليه، مكتوب ان اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق يتمنى. قل له انا جاي احتمي فيك من نفسي، جاي احتمي فيك من الايام يا رب، جاي احتمي فيك من فشلي من مخاوفي، جاي احتمي فيك من تقييم الناس اللي مره بيرفعني واللي مرات بيحطني في الارض يا رب. عيني مرفوعه عليك، عيني مرفوعة عليك، أنا عايزك من تاني يا رب، أنا عايزك من تاني، نطلبك من جديد يا رب. ارفع قلبك معي، قول له وحد قلبي، قول معي وحد قلبي لخوف اسمك يا رب، وحد قلبي لخوف اسمك يا رب. وقت أنا وإنت واقفين فيه بين يديه، وقت توبة حقيقية،
والتوبة الحقيقية أنك واخد قرار أنك عايز تغير تفكيرك، عايز تغير مسلكك مش عارف إزاي، عايز تغير اتجاهات قلبك مش عارف إزاي، عايز تغير أفعالك ولسانك مش عارف إزاي. هو هيعمل ده معاك، لكن توبتك الحقيقية بتقول النهاردة أنا راجع أسلم حياتي بين إيديك يا رب، أنا راجع مصدق أن في إله لسه بيغير القلوب، لسه بيصنع أمور جديدة، وأدي قلبي بين إيديك من تاني يا رب، أنا بسلمه لك يا رب.